عندها مشكلة كبيرة ومحتاجة اللي يحتويها ويفهمها ويطبطب عليها، مش اللي يضرب واللي يشخط وينطر ويحبسها. ولا ايه يا طنط؟ اخرسي طنط في عينك. وانت يا بنت انت ازاي تقعدي مع واحدة زي دي وتحكي لها على اسرارنا وتفضحينا؟ انت اتجننتي؟ انا ما حكيتلهاش حاجة، هي عرفت لوحدها. يا سلام، ليه بتشم على ظهر ايديها؟ صبرك عليا. معلش انا مضطرة اقاطعكوا، انسرتي يعني. منار ازيك يا منار يا حبيبتي، الف مليون سلام عليك. والله العظيم انا كنت عايزه اجيلك لحد عندك عشان اطمن عليكي، بدل المره الف. بس انتي فاهمه بقى، انا بعتلك على الماسنجر قبل كده، بعتلك كنت بسالك على الفستان الاخضر الملعلع ده اللي كنت لابساه مع ادهم في شرم، اصل كانت خطوبه واحده صاحبتي وانا كنت بدور كده على فستان مميز. وبعدين بقى انتي ما ردتيش عليا. هو انت هنا بتعمل ايه؟ افندم هو انت تعرفيني؟ اعرفك اللي اعرفك ده، انا اعرفك عز المعرفه كمان. ده انت راجل بارد ما عندكش دم صحيح. انا لا اله الا الله، مين البنت دي يا فؤاد وبتكلمني كده ليه؟ رد عليا، ما انت عادي من الاحساس. تصدق وتؤمن بالله انت سبب المصايب اللي احنا فيها دي كلها، صح يا بابا؟ انت سبب المصايب اللي انا فيها دي كلها. انا اخس عليك يا منار، انت ازاي تقولي كده؟ طب ده انا لما شفتك طالعه نازله معاه وبتركبي معاه العربيه وبياكلك في بقك، انا ما رضيتش اروح اقول لادهم. لانه ده فيها خراب بيوت. انا كل اللي انا عملته ان انا رحت حكيت لبابا عشان تعرفي انك اتكشفتي، عشان تخافي وترجعي عن اللي انت فيه. اما انت لما شفتك مع بابا في النادي بتلعب بينج ما رضيتش هقول له ايه، هقول له صاحبه بيعمل فيه ايه. وبعدين انا خفت عليه مش عشان، لا انا خفت الدم يجري في عروقه ياخد كره البنج يحشرها في زورك تموت فيها. وهيبقى نبنا ايه؟ هيبقى نبنا ان الرجل يضيع مننا. لا يا اخويا انا بخاف على بابايا. وانت مين سمح لك تتدخلي في حياتنا اصلا؟ مش اختي وبحبها وامرها يهمني وخايفه عليها. جرائي يا ماما في ايه؟ انت ايه اللي معادك في وسطينا؟ حاشر نفسك ليه في اللي مالكش فيه؟ مش شايف ان ده موضوع عائلي ومش المفروض تسمعه؟ على فكره انا مش هرد على واحده حقيره زيك. حقيره؟ انا حقيره؟ لا يا بابا انا مش هسيبك تنرفز نفسك، انا هرد عليك. هي مين دي اللي حقيره؟ انت جاي تهزقني وتشتمني في بيت ابويا؟ اقول لك انا هسيبه عليك، رد عليا يا بابا، خد لي حق. كتكسر حقك. وبعدين بابا 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 ايه؟ كاتباو بقول لك ايه؟ انت عايزه مننا ايه؟ جايه لنا هنا تعملي ايه؟ استني، انت مش جبتي دلوقتي فرح لغايه عندنا؟ كويسة، متشكرين ليكي لحد كده. البيت ده ما تهوميش ناحيته ابدا. ولادي دول ما تجيش جنبهم نهائي. اياكي. أنا بقولك أهو دلوقتي تفضلي اطلعي بره. بابا أنا اطلعي بره كده؟ اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.